هل نشوفه المعتصم يرجع للمنتخب مرة ثانية؟ في إصرار داخلك إنك أنت ترجع؟ والله إن شاء الله. إيش بنقولك، أنا بالنسبة للإصرار كان من فترة اليابس اللي فاتت، أول ما جيت نادي بوسليم أو بديت نسمع يقولوا بدأ مدرب خفير كليمنت بدأ يجي يتفرج على المباريات، وواحد المباريات اللي جيت أتفرج عليهم ممكن كلهم اللي سجلت فيهم، وقصدي اللي كان ما سجلتش صنعت، فهمت؟ تمام. خلاص إن أنا بديت نبي خلاص، قصدي شو بنقول لك، الحق اكثر حاجه توم خليتني اني نلعب في الرياض، اني نبي نرجع نلعب في المنتخب، هذه هي اكثر حاجه نبي نخدم عليها. كويس كويس، شيء طموح مشروع ونهنيك انا على هذه الروح. هي واحنا خاصه احنا في امس واصرار، احنا في امس الحاجه سمير للمهاجمين حاليا. شفنا مباراه الاخيره للمنتخب، ان شاء الله من خلال عتبه الوحده نفسها تكون عتبه، لان في الوحده انت كنت محظوظ، استدعيت من باكيتا من كليمنتي، ان شاء الله نفس الشيء مع بوسليم مع الجورناتا الفورما، ان شاء الله نشوفك في المنتخب من جديد معتصم. ان شاء الله ان شاء الله.